وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. وما يفعل من خير، أي من بداية ما يقال له خير، قليلا كان أو كثيرا، وجاءت خير النكرة لتفيد العموم، فلن يكفروه. وأصل الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، والمعنى المقصود بلن يكفروه أي لن يحرموا ثوابه، ولن يضيع عند الله، بل يشكر لهم ويجازيهم عليه بما هو أفضل وأبقى، والله عليم بالمتقين، عليم بأحوالهم وبما في قلوبهم من إيمان وتقوى، الذين فعلوا الخيرات وابتعدوا عن المحرمات. نسأل الله العظيم أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. جزاكم الله خيرا. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين.